يقول السائل: أثناء السعي بين الصفا والمروة كنت أعد الشوط الواحد من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا كل ذلك شوطا واحدا، فسعيت 14 شوطا ثم تحللت، فهل علي كفارة؟ يكفي 7 أشواط والباقي تعب عليك، لكن ما يفسد العمرة، هذا ما يفسد، هذه زيادة. لو سألت من قبل كان أحسن لك. الإنسان إذا ما كان يعلم الحكم عليه أن يسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السبعة ذي الزائدة هذه تعب عليك ولا فيها فائدة لك، لكنها ما تفسد العمرة، العمرة صحيحة لأنك أتيت بالسعي المطلوب. الشوط هو من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، ذهابه سعية ورجوعه سعية كما قال العلماء. نعم.